مستر يا رب. في ايه؟ خبر اسود يا خبر اسود. ايه اللي حصل؟ يا خبر اسود. انت يا ست يا بنتي انت يا ست تطلعتي لي منين بس يا ست يا ست يا خبر اسود. بتعملي ايه؟ في حد يستحمى في 3 دقايق؟ اه انا. يا سلام. من كنت تخليني انا اللي احميك. كنت هتعملي ايه انت بس؟ انت مجرمه. مجرمه ليه؟ عشان اسمك هاني. ازيك يا حبيبي؟ معقوله انت كنت ازاي؟ الحمد لله على سلامتك. بابا ازيك؟ الحمد لله. عرفت انك تعبان فكان لازم اجي اطمن عليك. بس انت واضح ان صحتك بقت زي الفل. داليا ده هاني ابني صغير اللي في المانيا. هاني دي. اهلا يا سلام. ازاي صحتك دلوقتي يا حبيبي؟ كويس. انت مالك بتقولي كده؟ اه تكون فهمت غلط. لا ما فهمتش غلط طبعا، بس عمتي ليلى معايا بضع، هي اللي جايباني من المطار. عمتك؟ اه. طب انا على اذنكم. نايس ميتينج يو هاني. نايس ميتينج يو تو. سودوني يا حبيبي. اون كوم اوس. سودوني؟ ما تكلمني عربي. البس هدومك واستر نفسك كده وتعالى لي بره. استر نفسك دي. انت نمت؟ فتشالي كويني. ايوه فردوس. انا اسفه والله يا مدام، بس مدام ليلى اخت البيت تحت وعمالة تزحق وفتح الدنيا. طيب طيب روح انت، انا صحي مراد واقول له. اوكي مراد. مراد نشوف البلد اللي بره. مراد اصحى. مراد مراد يا مراد 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 يا فردوس. نهار اسود. مراد مراد اصحى مراد. لا اصحى يا مراد. مراد مراد يا مراد يا مراد اصحى يا مراد. لا اكيد هي اللي قتلت. اهدي يا مدام لو سمحتي. استاذ عبد الحميد. فندم انت سبت الحفله مع الضيوف ومشيت مش كده؟ مظبوط يا فندم. المرحوم امبارح كانت حالته ايه؟ يعني كان متوتر متضايق؟ جاله مكالمه تليفون ازعجته؟ خالص يا فندم، بالعكس تماما. دي كانت ليله لطيفه جدا، وزي ما قلت لحضرتك معالي الوزير شفيق الجمل كان موجود معانا وشهد على عقد الجواز. بس هو في حاجه لازم حضرتك تعرفها. مراد بيه امبارح الصبح اتنازل عن شركته ل داليا هانا. يا بصبتي يا بصبتي السودة الحقيقي بايا فردوس. أكيد هي اللي قتلته بعد ما اتجوزها عشان تاخد كل حاجة. مش معقول مش معقول يا هانم اللي حضرتك بتقوليه ده. أنت تخرس خالص ما اسمعش صوتك. أنت كنت عارف كل حاجة بينهم، أمال هي هربت ليه؟ سابت الفيلا ليه؟ حضرتك أنا لما طلعت لهم امبارح عشان أقول لهم إن مدام ليلى تحت، هي ساعتها كانت لابسة بورنوس. أنا مش عارفة هي غيرت هدومها إمتى ولا طلعت حتى من أنهي حتة. أنا خلصت يا بنت حد إيه؟ ايه الاخبار يا دكتور؟ ما اعتقدش ان في شبهه جنائيه، ازمه قلبيه حاده. ده اللي واضح من خلال الكشف المبدئي والمعاينه للجثه، والتقرير المفصل هيبقى بعد التشريح. شكرا يا دكتور. بعد اذن حضرتك. حبيبي يا مستر مراد. بسرعه شويه يا ابني. يا حبيبي يا مراد. يا حبيبي يا مراد. قتلتك المجرمه يا مراد. قتلتك المجرمه.
ده اللي حصل. الله يرحمه. بس الموضوع ده فيه إنه ايوه طبعا يا مرة. معقول مستر مراد يموت في نفس اليوم اللي اتنازل لها عن الشركة وكمان يتجوزها؟ انا مش مصدقة. مفيش حد تاني غير كده. مستر مختار بقى لله يا فندم. نعم. شد حيلك يا مختار. شكرا. استاذ عبد الحميد عايزك دقيقة بعد اذنك. خلص جاي. شد حيلك يا مختار. الله يرحمك يا مربي. الله يرحمه. مختار انا نويت اوقف نشاط الشركة. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ المرحوم اتنازل عن الشركة بيع وشراء داليا وهو مات وهي اختفت. ما هو أنا كنت جاي علشان أسألك في الشكل القانوني بتاع الموضوع ده. عاوز تعرف إيه؟ هي دلوقتي الشركة خلاص بقت بشكل رسمي بتاع داليا. طبعًا والعقود اتسجلت إمبارح. بس المشكلة إن ليلى أخت مراد اتهمتها بقتله. محدش عارف هي فين دلوقتي. يعني لو مراد طلع مات موتة طبيعية يبقى الشركة لسه بتاعت داليا. شوف يا مختار، هو الموضوع اللي حصل ده رغم انه عجيب وغريب ومحدش ينفع يصدقه لانه قانوني 100%. بالفعل داليا دلوقتي هي الصاحبة الرسمية للشركة. اقول لك حاجة كمان، انت عارف ان داليا من حقها انها تورث في باقي ثروة مراد؟ لانها ارملته. تصور بين يوم وليلة، بدون وليلة الست دي بقت مالتي مليونيرة. شاكر جدا يا استاذ عبد الحميد.